يذهب ليتحالف مع جرنج من ناحية، ولما أدرك أن تحالفه مع جرنج لن يجدي فتيلا ولن يؤدي إلى نتيجة، هو الذي قام بإنشاء حركة العدل والمساواة في دارفور. في المقابل الصادق المهدي والآخر قواعد المهدية أصلا في دارفور، فكيف يتسنى للترابي أن يسحب قواعد المهدية من تحت أرجل حزب الأمة؟ أصبح لدينا الترابي متورط، الحركة الشعبية متورطة، المهدي متورط، وفي المقابل الحكومة بالتبعية لابد هي الأخرى أن تأخذ موقفا هي الأخرى. بهذا المعنى تفسير الصراع هو صراع نخبة أو طبقة سياسية في الخرطوم تتصارع على الكراسي، ولا علاقة لها بمصالح الناس. وليبحث أي واحد في برامج هذه الحركات، إن وجد في برامج هذه الحركات شيء ذو طابع اقتصادي اجتماعي لخدمة الناس ولخدمة الشعب السوداني لا يجد. الذي يتحدث أنه كان رئيس الوزراء الأسبق، والذي كان يتحدث أنه كان في السلطة قبل ذلك، صراع سياسي بامتياز. وهذا الصراع السياسي هو الذي أوصل السودان إلى ما وصل إليه. وأسأل أسئلة: كيفية الوصول إلى السلطة؟ ما هي أساليب الوصول إلى السلطة؟ هناك أساليب مشروعة وهناك أساليب تعد غير مشروعة. الأساليب غير المشروعة: التداول السلمي للسلطة في إطار انتخابات، وفتحت الحياة الديمقراطية أو ما سمي بالحياة الديمقراطية في السودان 3 مرات. لم يشارك الجنوبيون في هذه في الفترات الديمقراطية 3، لا بتنظيم سياسي ولا بأخره، ولم يشارك أهل دارفور، بل على العكس إن كانت مشاركتهم فقد شاركوا في إطار حزب الأمة تحديدا، ثم الجبهة القومية الإسلامية ثانيا، إنما لم يشكلوا تنظيما ليعبر بشكل أو بآخر. بهذا المعنى هذه الحركات التي تمردت لم تشارك سلميا في الفترات الديمقراطية. الأسلوب الثاني هو أسلوب الانتفاضة الشعبية، وهو أسلوب شرعي في رأيي أيضا، وقد حدث مرتين في السودان 1964 1985. لم يشارك لا أهل الجنوبيين ولا أهل دارفور في هذه الانتفاضة الشعبية، الذي قام بالانتفاضة الشعبية بأنظمة الحكم هذه الشماليين في الخرطوم تحديدا. الأساليب الأخرى هي الاغتيال السياسي والانقلابات العسكرية والتمرد. إذا كان قوام الجيش السوداني، القيادات الوسطى والدنيا في الجيش السوداني من أهل دارفور، كان بمقدورهم إذن أن يجنبوا الشعب السوداني كل هذه الضريبة، ضريبة الدم والتشرد واللجوء، بعملية اغتيال لرموز الحكم، أو يجنبوهم بعملية انقلاب عسكري وتنتهي المسألة. ذلك أمر لم يحدث، ولكن لجأوا إلى أسهل أسلوب في التنفيذ، وهو أسلوب التمرد. ده أسهل أسلوب، يكفي أن تفجر هنا وتلقى هنا وهناك، ثم تعلن على شبكة الإنترنت أنك أقمت تنظيما. لكن تبعات هذا الأسلوب خطيرة جدا على الناس الآمنين الذين لا علاقة لهم بالصراع على السلطة، وهذا ما أسفرت عنه حركات التمرد. والسؤال الذي يطرح نفسه: حتى في ترتيب الأولويات هناك خطأ في التحقيق ابتداء. إن كان يمكن أن يتحقق تحقيق جدي في إطار المحكمة الجنائية الدولية، فكان يجب أن يحاكم قادة التمرد ابتداء، لأنهم هم الذين أطلقوا الرصاصة الأولى في إبريل 2003 في دارفور. لكن لم يتحدث أحد عن هذه المسألة، لا أوكامبو ولا غير أوكامبو. ثم يقال أن الحكومة هي المسؤول. الحكومة في رأيي حتى لو غاصبة للسلطة، وأؤكد تاني، حتى لو غاصبة للسلطة، هي مسؤولة عن حماية الإقليم وإقليم الشعب والإقليم والشعب. وإن لم تفعل ذلك فهي مدانة أمام المجتمع المحلي وأمام المجتمع الدولي. حتى لو أفرطت في المواجهة تصبح هي المسؤولة ابتداء، إن قصرت وإن وقفت عاجزة ولم تكن بهذا الدور. ثم يقال الجنجويد، هؤلاء ابتداء أنشأهم الصادق المهدي ابتداء في الفترة الديمقراطية، كان بيسموهم مراحيل، هم أيام الصادق المهدي، وكانت هؤلاء لتأمين بعض الطرق وتأمين غيره جماعات مسلحة، وهي لا علاقة لها من الأصول العربية على الإطلاق. هي تشكيلة
البعض يتحدث عنهم كانوا من قطاع الطرق، من المجرمين، الى اخر كل هذا الكلام. وظلت هذه المسألة هذا دفاعا عن نظام الحكم في السودان بحال الاحوال، وارجو ان تكون المسألة واضحة. لكن اريد ان اتحدث عن تابعات التمرد وتابعاته التي تلقى بالكامل على الحكومة السودانية. اي دولة في العالم ان كانت بتواجه معركة في مكان وعاجزة عن تواجه المعركة الاخرى في مكان اخر، تجاند ما يسمى قوات الدفاع الشعبي، او احيانا الحرس الوطني، او الى اخره، اشكال متعددة كي تدافع عن كامل الاقليم وكامل الشعب. نصل يعني بايجاز للمحكمة. المحكمة المسألة ليس لها الحق، عشان بس نقول ابتداء كده، وليس لمجلس الامن الحق، وليس للولايات المتحدة الامريكية الحق. وانا هتحدث هنا بالمنطق القانوني. بالمنطق القانوني الاتفاقيات لا تلزم الا اطرافها، والسودان غير موقع على معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. ولكن يقال طيب ما في معاهدة روما يمكن لمجلس الامن ان يحيل اي شخص الى المحكمة الجنائية الدولية. عظيم، هذا اختصاص جديد ليس موجودا في ميثاق الامم المتحدة. والسودان وغير السودان، هذه الدول عندما انضمت للامم المتحدة انضمت للامم المتحدة بميثاق يعطي اختصاصات معينة لمجلس الامن. فلا يتسنى بحال من الاحوال ان تأتي جهة ما من خارج مجلس الامن لتعطي اختصاصا جديدا لمجلس الامن لم توافق عليه هذه الدول اعضاء الامم المتحدة ابتداء. بهذا المعنى ليس لمجلس الامن حق النظر حتى رغم وجود النص في المعاهدة، لان النص في المعاهدة يلزم اطراف المعاهدة الذين وقعوا عليه. الامر الثالث ان الولايات المتحدة الامريكية ليس لها هذا الحق بحال من الاحوال، لانها ليست مصدقة، لا هي ولا الصين على سبيل المثال، وبالتالي ليس لها حق ان يكون لها صوت في مجلس الامن ابتداء كي تحيل زيد او عبيد الى مجلس الامن. اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية غير موقعة وغير مصدقة على المعاهدة التي منحت لمجلس الامن اختصاص هذا الاختصاص، طيب لا يجوز الا للدول المصدقة ان تحيل او لا تحيل. بهذا المعنى حتى ما قام به مجلس الامن بموافقة امريكية او موافقة صينية او الى اخره هو امر غير صحيح من الناحية القانونية. نأتي عند التبعات على ليست القضية البشير، وانما التبعات على السودان تحديدا. وهنا ليه وقفة. لو حضراتكم تتابعوا منذ انتهاء الحرب الباردة التصور الامريكي في اطار المشروع الامبراطوري الامريكي، ستجدوا بيسلك مسلكين في ان واحد. المسلك الاول الاجندة التي تحدثنا عنها، ضرب الدولة من الداخل بالفوضى الخلاقة اللي هو التكيف الهيكلي والتحول الديمقراطي الجماعات المهمشة الى اخر. المسار الثاني العصف بكل قواعد القانون الدولي المستقرة المتعلقة بالدولة تحديدا. الحديث عن سيادة الدولة، يقولون سيادة الدولة لم تعد مطلقة وانما باتت نسبية. الحديث عن مساواة في السيادة انتهت، ما عادش فيه مساواة للسيادة حتى من الناحية القانونية. اصبحت الولايات المتحدة الامريكية المتحدثة باسم المجتمع الدولي وباسم الشرعية الدولية. الجماعات التمرد اصبحت حركات تحرير، وحركات التحرير التي منحتها الامم المتحدة في بداية سبعينات القرن الماضي حق الكفاح المسلح، اذ بها يطلق عليها جماعات ارهابية. حركات التحرير ضد الاستعمار اصبحت حركات ارهابية، وحركات التمرد ضد نظم الحكم القائمة اصبحت. الاخطر من ذلك اعمال مبدأ شخصية القوانين بدلا من مبدأ اقليمات القوانين. مبدأ شخصية القوانين مبدأ امبراطور، يعني ان قانون الدولة يطبق على مواطنيها اينما ذهبوا. فالقانون الامريكي الان يطبق على المواطنين الامريكيين اينما ذهبوا، يطبق عليهم بالحماية.